مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة يعود في دورة هذا العام ليواصل النبش في موضوعات الروح والمقدس وتجلياتهما في الحياة الثقافية والاجتماعية. المعلمة التاريخية لباب الماكينة كانت على موعد مع عرض موسيقي افتتاحي تحت عنوان أصوات وهندسة معمارية مقدسة، قدم على شكل رحلة تنطلق من فاس إلى القدس مروراً بالتبت وتاج محل وكاتدرائية نوتردام لتنتهي في الدار البيضاء بمسجد الحسن الثاني. مدينة فاس كمجموعة من المدن اللي عندهم تاريخ واللي عندهم حضارة واللي عندهم بالطبع ليس بثقافة بل ثقافات، إلا وممكن يعني حتى في إطار يعني الاستراتيجية اللي خدامين عليها ديال الصناعة الثقافية، يعني يكون واحد الإقلاع اقتصادي بالمجال الثقافي. السياحة الثقافية عندها واحد الدور كبير، وكاين تجارب في العالم اللي خصنا نبنيو عليهم باش نرجعوا مدينة فاس يعني نموذج من النماذج اللي يمكننا نعولوا عليهم في المملكة المغربية. مؤسسات روح فاس، رسالة فاس، وصلت إلى هاد الافتتاحية اللي الافتتاح اللي شفناه مستوى عالي اللي تيشخص وتجسد الشعار ديال المعمار والمقدس، أي ملتقى ديانات عبر الموسيقى عبر الغناء وعبر كذلك الجو الجميل في باب الماكينة في فاس. سفر عبر الصوت والصورة يقدمه المهرجان لجمهوره القادم من فاس وخارجها من خلال مزيج من الأشعار والقصائد والسهرات الموسيقية يؤديها أزيد من 100 اسم مرموق في الساحة الفنية العالمية من 15 بلداً، من ضمنها فرانسواز أطلان وإبراهيم معلوف ومجموعة الأخوات روحان الهندية. هنا لوكازيون نشوفوا واحد الفنانين جايين من العالم كامل من مناطق مختلفة، اللي هي واحد الاكسبيريونس مزيانة. كانت سهرة يعني ممتعة وجميلة بزاف، استمتعنا بالحضور هنايا، وخا يعني بعد انقطاع ديال عامين كانت يعني سهرة أكثر من الشكل المتوقع. على مدى 3 أيام تتضمن النسخة 26 لمهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة برمجة غنية بالعروض والندوات الفكرية في فضاءات فريدة تحتفي بالمعالم الفاسية العريقة كباب الماكينة ودار عدي الوجنان سبيل ومعبد بن دانان اليهودي.